السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما بعد. مع الشمائل المحمدية وحلقة جديدة متعلقة بأمر مهم جدا خاصة في هذا الشهر المبارك، والموضوع هو قيام الليل، قيام النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وهذه القضية مذكورة في هذا الكتاب الطيب، وكتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تتورم وتتفطر يعني تتشقق، والسبب طول القيام. تخيل أنت واقف ساعة، ساعتين، ثلاث، أربع، يمكن خمس ساعات واقف بمكانك، ما الذي سيحدث لقدمك؟ ستتورم، وإذا تورمت ويزيد القيام على هاتين القدمين ستتشقق وتتفطر. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسألوه: يا رسول الله، أنت تقوم ليلا طويلا إلى أن تتعب وتتورم وتتشقق تتفطر قدماك، وأنت قد غفر الله لك كل ذنوبك السابقة واللاحقة إن كان في ذنوب، عليه الصلاة والسلام. فرد ردا جميلا عجيبا قويا، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذه من الأمور المهمة، أن يكون الإنسان شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى، كما كان أنبياء الله، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الشاكر الشكور. ربنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه العظيمة الشاكر الشكور، ومعنى الشاكر والشكور أنه يجزي على العمل القليل الثواب الكثير، يعني يعطي الكثير على العمل القليل، يعني أنك تقوم بأعمال قليلة ولكن رب العالمين يعطيك ثوابا عظيما. على سبيل المثال، ونحن نتكلم عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني مجرد أنك تصلي الليل بمئة آية، يعني مثلا ممكن تصلي ركعة واحدة تقرأ في هذه الركعة سورة الواقعة 96 آية، وقل هو الله واحد أربع آيات، هذه مئة آية، هذا راح يأخذ منك تقريبا عشر دقائق. يكتبك الله من القانتين. طيب إذا واحد زاد في عشر ركعات وفي كل ركعة يقرأ مئة آية فكمل الألف آية، يكتب من المقنطرين. المقنطرين سبحان الله يعني الثواب العظيم. من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وخذ من الأحاديث كثيرة: قل هو الله أحد، ثلث القرآن. هذول على ماذا؟ على اسم الله الشاكر والشكور سبحانه وتعالى، يعطيك أجر عظيم، يعطيك أجرا عظيما على أعمال قليلة تقوم بها، يعني وقت قليل تأخذ من وقت من حياتك. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام من شمائله أنه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من شمائله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه كان يعيش مع القرآن. هذه قضية مهمة جدا، خاصة نحن في شهر القرآن. أنت لما تقرأ القرآن لابد أنك تتفاعل مع القرآن، وهذا التفاعل لا يأتي إلا بعد فهم القرآن. أنت إذا كنت تفهم القرآن تستطيع أن تتفاعل معه، لكن المشكلة إذا كنا ما نفهم القرآن كيف تتفاعل مع هذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين؟ فلا بد من المسلمين والمسلمات أن يفهموا كلام الله. يعني على سبيل المثال، أنت في كل رمضان تختم، يمكن يكون عندك ختمة، ختمتين، ثلاث، أربع، على حسب كل إنسان وطاقته ووقته وجهده.
فمثلا نقول إذا أنت كنت قد اعتدت أن تختم القرآن مرتين في كل رمضان، فأنا أقول لك رمضان هذا لا تختم مرتين، اختمه مرة واحدة. ليش؟ المرة الثانية اجعلها قراءة تفسير وفهم للقرآن، يكون عندك كتاب، يكون عندك المصحف واللي بهامشه تفسير، تفسير مختصر بحيث أنه يكون عندك فهم مبدئي لألفاظ القرآن الغريبة عليك. طيب، فأنت لما تفهم القرآن والله ستتلذذ بقراءة القرآن وستحب القرآن أكثر، ولا شك أن الإنسان المسلم الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه لا شك أنه يحبه ويحفظه، لكن إذا فهمت القرآن راح تحب القرآن أكثر. إذن مفتاح التفاعل مع القرآن هو فهم القرآن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش مع القرآن ويتفاعل معه. شلون كان يتفاعل معه؟ عن طريق البكاء. كان الصحابة يقولون النبي، نسمع النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ القرآن في قيام الليل كان يقرأ وله أزيز كأزيز المرجل، يعني هو أواني الطبخ لما تطبخ الطعام يكون لها صوت، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصرخ صراخا عظيما، لا، كان يبكي ولكنه كأزيز المرجل، يعني كان في نوع أن يحاول يكتم هذا البكاء لكن ما يستطيع عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث آخر، حديث عائشة، في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة ذريني أتعبد ربي، خليني. فقالت عائشة: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك، يعني أنا أبيك يمي لمحبتي لك، لكن أنت تريد أن تقوم الليل ما أستطيع أن أمنعك، لكن كن على يقين أني أحبك. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي لله في جوف الليل، فبدأ يبكي حتى ابتل حجره عليه الصلاة والسلام، واستمر في صلاته وقراءته القرآن، واستمر بكاؤه حتى ابتلت لحيته، واستمر بكاؤه عليه الصلاة والسلام حتى تقول عائشة حتى ابتلت الأرض من تحته عليه الصلاة والسلام لكثرة بكائه. هذا النبي الكريم العظيم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي عند تلاوة القرآن بكاء شديدا تنهمر دموعه إلى أن يبل لحيته وثوبه وأرضه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر الذي يدل على تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن لما قرأ قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويتفاعل معها، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو هذه أيسر. موضوع مهم، لابد أن نكمل هذا الموضوع، لكن في حلقة الغد إن شاء الله. نراكم في الغد على أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.